باقي مش هنغير الظروف، الظروف هتطلع وتنزل، طبيعة الحياة كده، يوم حلو ويوم مش قوي، ويوم خبر كويس ويوم خبر مش كويس، طبيعة الحياة كده. أنا عاوز يبقى جوايا أنا رصيد من السلام يخليني ما تهزش أيا كانت الظروف، ما تخافش من الاحتياجات. في واحد يقعد يحسب ده أنا بكرة يمكن الفلوس والمعاش ما يكفيش الدواء والعلاج والمرض، ربنا اللي قال بيأكل عصافير مش هيأكل بني آدمين، ربنا اللي بيدينا كل حاجة بغنى هيجي عند احتياجات حقيقية وما يديهاش ازاي يعني؟ يبقى انت مش فاهمه، فده خوف مبالغ فيه. ده أب طيب قوي، إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالح، هم لأبوك اللي في السماء بقى. ما تخافش من الوحدة، حتى لو بقيت وحيد شوية مثلا فترة سفر، لو ربنا سمح لك انه عيالك سافروا سابوك، او لو سمح لك حتى انك تعيش في وحدة بأي درجة، ما تخافش. ليه؟ في شخص لا يموت ولا يتغير ولا يختفي ولا يبعد، ولا وقعد معاك صبح ظهر ليل، انت تنام ما بينامش. فانت لو ادركت وجوده